اليوم سنعيش معا أعظم قصة حب في الإسلام، وهي قصة الخاشعة العابدة الزاهدة السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي زينب بنت محمد بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، وأمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فما هي قصة حبها التي خلدها التاريخ وتتحاكى بها الأجيال؟ في أحد الأيام ذهب العاص بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وطلب منه أن يتزوج زينب ابنته الكبرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفعل حتى أستأذنها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب ويقول: ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمر وجهها وابتسمت، وتزوجت زينب وأبا العاص بن الربيع لكي تبدأ قصة حبهما، وأنجبت منه علي وأمامة. ثم واجهتهم المشكلة الكبرى، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان العاص مسافرا، وحين عاد علم أن زوجته قد أسلمت، فقالت له: عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها، فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. فقال: هل أخبرتني أولا؟ قالت: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي بكاذبا، إنه الصادق الأمين، ولست وحدي، لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي وأسلم ابن عمي علي بن أبي طالب، وأسلم ابن عمك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر الصديق. فقال لها: أما أنا لا أحب أن يقولوا خزل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أبوك بمتهم، فهلا عذرتي وقدرتي؟ فقالت: ومن يعذر إن لم أعذر أنا، ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه. ووفت بكلمتها له 20 عاما. ظل أبو العاص على كفره حتى جاءت الهجرة، فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فأذن لها صلى الله عليه وسلم، وظلت بمكة حتى حدثت غزوة بدر. وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب مع صفوف جيش قريش، زوجها يحارب أباها. فكانت زينب تبكي وتقول: اللهم إني أخشى يوما تشرق فيه شمسك فييتم أولادي أو أفقد أبي. ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة ويقع أسيرا، وتصل أخباره إلى مكة، فتسأل زينب: ماذا فعل أبي؟ فيقال لها: انتصر المسلمون، فتسجد شكرا لله. ثم تسأل: وماذا فعل زوجي؟ فيقال لها: أسره محمد. فقالت: أرسل في فداء زوجي. ولم يكن لديها شيء ثمين تفتدي به زوجها، فخلعت عقد أمها التي كانت تزين به صدرها، وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرى، وحين رأى عقد السيدة خديجة رضي الله عنها سأل وقال: هذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء العاص بن الربيع. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا عقد خديجة. ثم نهض وقال: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما زممناه صهرا، فهلا فككتم أسره؟ وهلا قبلتم أن تردوا إلى زينب عقدها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العقد، ثم قال له: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال له: يا أبا العاص، هل لك أن أساررك؟ ثم تنحى به جانبا وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهل رددت إلي ابنتي؟ فقال: نعم. وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة، فقال لها حين رآها: إني راحل. فقالت: إلى أين؟ قال: لست أنا الذي سيرحل، ولكن أنت سترحلين إلى أبيك. فقالت: لماذا؟ قال: للتفريق بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك. فقالت: فهل لك أن ترافقني وتسلم؟ فقال: لا. فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة، وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى 6 أعوام،
وكانت ترفض على أمل أن يعود إليها زوجها. وبعد 6 أعوام كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام، وأثناء سيره قابل مجموعة من الصحابة فأصروا منه قافلته، فسأل على بيت زينب وطرق بابها قبيل أذان الفجر. فسألته حين رأته: أجئت مسلما؟ قال: بل جئت هاربا. فقالت: هل لك أن تسلم؟ قال: لا. فقالت: لا تخف، مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. وبعد أن أما النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في صلاة الفجر، إذا بصوت يأتي من آخر المسجد: قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال النبي: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فهو ابن الخالة، وإن قرب فهو أبو الأولاد، وقد أجرته يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما زممته صهرا، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود فهذا أحب إلي، وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه. فقال الناس: بل نعطيه ماله يا رسول الله. فقال النبي: قد أجرنا من أجرت يا زينب. ثم ذهب إليها عند بيتها وقال لها: يا زينب، أكرمي مثواه، فإنه ابن خالتك وإنه أبو العيال، ولكن لا يقربنك، فإنه لا يحل لك. فقالت: نعم يا رسول الله. فدخلت وقالت للعاص بن الربيع: يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا؟ هل لك أن تسلم وتبقى معنا؟ قال: لا. وأخذ ماله وعاد إلى مكة. وعند وصوله إلى مكة وقف وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقي لكم شيء؟ قالوا: جزيت خيرا، وفيت أحسن الوفاء. فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم دخل المدينة فجرا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجرتني بالأمس، واليوم جئت أقولها صادقة، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال أبو العاص بن الربيع: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أرجع زينب؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعال معي. ووقف عند بيت زينب وقال: يا زينب، إن ابن خالتك جاء إلي اليوم يستأذنني أن ترجعي له، فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت. وبعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب، فبكاها أبو العاص بكاء شديدا، حتى رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليه ويهون عليه، فيقول له أبو العاص: والله يا رسول الله، ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب. ومات بعد سنة من موت زينب رضي الله عنهما، وعن آل بيت وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. دمتم في أمان الله.